الألعاب الجماعية من أجمل الألعاب التي يمكن ممارستها، حيث تنمي لدى الفرد روح التعاون ومحبة الفريق وتجذب الفرد نحو العمل الجماعي. ومن هذه الألعاب لعبة كرة القدم التي يتخذها لاعبي مدرسة رفاع فيوز هواية ورياضة محببة لديهم، اعتادوا ممارستها للاستفادة من أوقات الفراغ. كنت ألعب كرة من يوم من طول عمري، كنت بديت الكرة لما كنت ألعب كرة مع أبي، وشفت مباريات معهم. كرة شيء كبير بالعائلة حقي، فكنت أبغى ألعب زي اللاعبين. فلما بديت مع أبي، وبعدين جيت هذا المدرسة وبديت ألعب، بعدين ألعب أكثر وأكثر وأكثر، بعدين فزنا بطولة الحمد لله هنا بالمدرسة ضد بي اس بي سين كريس وبحرين سكول الحمد لله. اسمي آدم، وقد بدأت لعب كرة القدم منذ سن مبكرة. كنت أتابع مباريات كرة القدم مع والدي، وتدربت في أكاديمية ريال مدريد. لقد فزنا ببطولة المدارس، وأنا أحب هواية كرة القدم. أحب أن أركل الكرة في كل مكان، وقد شجعني والدي لأني أملك موهبة في هذه اللعبة، فبدأت اللعب مع المدرسة واستمريت في رياضة كرة القدم. مهما كانت اختلافاتهم، فإن حب كرة القدم يجمع هؤلاء الطلبة، وهذا ما يشجع عليه مدرب الفريق. فبالنسبة له الرياضة أخلاق وعمل جماعي قبل أن تكون للفوز والمنافسة. كرة القدم تعتمد على العمل الجماعي، وكثير من هؤلاء الطلبة يمتلك مهارات فردية، ولكن عند الاختيار واللعب ضمن الفريق اختار من له القدرة على الاندماج واللعب الجماعي. هواية ربما تتحول للاحتراف مستقبلاً، فكل شيء متوقع مع توافر الموهبة والبيئة المناسبة المشجعة والداعمة لتلك المواهب الصغيرة. أسمهان معروف لبرنامج الملعب.